السلام عليكم. اليوم نروح لولاية بجاية اللي نقف على الأشغال نتاع المحطة نتاع تصفية مياه البحر اللي تقع ب منطقة تغرمت بالقرب من بجاية، واللي الأشغال تعرفوا ترى جد متسارعة، وللعلم أنه فيه 6 محطات راهي قيد الأشغال على طول الساحل الجزائري، وكل هذه المشاريع تضع الجزائر في ريادة الدول الإفريقية في ميدان تحلية المياه البحر، وهذا يدخل في إطار السياسة الجديدة للدولة الجزائرية لتحقيق ما يسمى بالأمن المائي الآن، واللي يعد مهم جدا في التحدي المناخي اللي تعرفوا يعني العالم بصفة عامة، وخاصة منطقة شمال إفريقيا والساحل اللي يعرف تحدي كبير في مشكل توفير المياه بصفة عامة والمياه الشرب بصفة خاصة. إذا في هذا الإطار نخليكم تتابعوا هذا الفيديو حول المشروع نتاع محطة تحليات مياه البحر في ولاية بجاية، واللي هي بسعة 300,000 متر مكعب يوميا. إذا نخليكم تتابعون والسلام عليكم. محطة تحلية مياه البحر بتوجا ولاية بجاية ذات سعة 300,000 متر مكعب يوميا، وذلك قصد تزويد الساكنة بمياه الشروب. الأشغال التي تتكفل بها الشركة الجزائرية للطاقة والتي تسير بوتيرة متسارعة تشغل كفاءات جزائرية 100%. نحن في مرحلة الإنجاز الهندسة المدنية، ونحن نعمل مع الشركة الوطنية للقنوات المكلفة بإنجاز المشاريع، تعمل بنظام 24 ساعة 7 أيام على 7 لضمان تسليم المحطة في الأجال المحددة. قمنا باستغلال جميع الخبراء الجزائريين واليد العاملة الجزائرية لإنجاز هذه المشاريع. الله تعالى بفضل الكفاءات الجيوتقنية الجزائرية التي سخرتها المؤسسة الوطنية للقنوات هناك، وبالتعاون مع زملائنا تاع AEC تمكننا من إيجاد حلول جيوتقنية لسد هذا المشكلة الانزلاقات بعمل حلول لتعزيز التربة، وكذا كما تلاحظون إنجاز المنشآت بوتيرات جد متسارعة، وكذلك أن جميع المنشآت هي على طور الإنجاز. 900 عامل بين مهندسين وتقنيين ينجزون هذه المحطة بعتاد وتقنيات عصرية وحديثة، وبالنظر إلى كفاءتهم العالية في التحكم في هذه التكنولوجيا ينتظر أن يسلم هذا المشروع الضخم في أجاله المحددة. جزء يعني يتم بوتيرة جد عالية، وذلك حتى نحرص لإنهاء المحطة في الأجل اللازم. نقوم في مصلحتنا بمتابعة الدراسات والإنجازات والتفاصيل التقنية للمنشآت، والسهر كذلك على توفير كل الملفات اللازمة لإنجاز وبناء المشروع في وضمان سيرورة الحسن.